عايزه اقول حاجه، انتي قلتي ذكرتي حاجه مهمه الفتره اللي فاتت اللي هي فتره رمضان وما بعدها في العيد. كان عيد طبعا يمكن كان غريب شويه، لان كان كان عيد مش في عيد. ده حقيقي، كان في كسوف، وكسوف كلي، يعني حتى مش جزئي ولا ظلي ولا شبه، ده كسوف كلي للشمس. بعدها باسبوعين اول يوم العيد، يوم اول يوم كان خسوف. تخيلي بقى خسوف وكسوف، فحتى اللي كان عنده شويه فرحه ما صدقيني بتتمش، لا اقولك على فرحة ما حاجه، تمت. انتي شرحت لنا ليه احاسيسنا بشكل عام احنا كمصريين كده العيد بالنسبه لنا كان غريب. يعني تحسي احنا ده في العالم عيد، كله مش مصريين لا انا بس. بتكلم على المنطقه اللي انا عايشه فيها، يعني انا هقول بقول احنا في عيد بس احنا مش حاسين ان احنا في لا عيد. لا، فانا كده فهمت. وكنت كل ما اقابل حد يقولك انا مخنوق، انا مش عارفة اتنفس، انا حاسس باني مش مستريح. لا لا، هو انا تعبت في ال وانا فاكره انا دي تعبت في العيد. في انا الخصومه، بالنسبه لي رمضان هو انا العيد، فاكره ايام سهير العيد كلمتني دي و... ما ليه بيبقاش انت عيد. تعبتي ليه في العيد؟ ما اعرفش، تعبت لا جالي انا تعب فاكره سهير فظيع انت في كلمتيني اسبوع وقلت لك العيد. بصي كده للقمر هتعرفي السر. قالت لي مش قادره ابص، كان يومها القمر في حاله خسوف وانت كنت تعبانه جدا، قلت لك السر بصي بس فوق هتلاقي القمر مخسوف مغيم مش باين. فقالت لي مش قادره ابص، فقلت لها ما تبصيش، بس هو حاله الخسوف كانت مديها طاقات صعبه سلبية. جدا. حتى اللي كان عنده افراح كانت بعدها في حاجه مش يا فرحه ما تمت. يعني انت مثلا جاي لك مكسب فلوس فتلاقي حد تعب لك، ايوه عندك سفريه صح، تلاقي حد، فبتلاقي حتى الفرحات والنجاحات ما كنتش الواحد عارف يستمتع دي بيها. بس حقيقة. ان شاء الله المشهد الفلكي ده مع اواخر اتمنى ان مايو ما يتكررش هينفرج، التنقيل. بس نعدي مايو كلنا كان بالطول تقيل او بصراحة بالعرض، لازم كل ان شاء الله، الابراج. علشان الزوايا الفلكيه مش لطيفه. عطارد لغايه النهارده متراجع في برج الثور. طب يا جماعه ده عيد ميلاد برج الثور والشمس عند برج الثور، المفروض يكونوا في اقوى حالاتهم. والله ابدا عطارد قاعد لهم على الطالع متراجع، يعني حتى الفرحه جايه ما تمت. يعني انت زي حبكت يا عطارد تتراجع في الثور وهو بيحتفل بعيد ميلاده، فده اللي بيدي تفسير. الناس مش فاهمه ازاي نحتفل بعيد ميلادنا ولا نقلق من عطارد. فخلوني اقول لهم خلوا بالكم من صحتكم، بلاش سفر، بلاش امضاء عقود، بلاش بيع وشراء. طب هنحتفل ازاي بعيد ميلاد؟ طيب نقول لهم بقى، طالما انت بتقولي بلاش بلاش، خلينا نقول لمجموعة من صديقاتنا برج الثور كل سنة وانت طيبين. ناني مسعد السكر كل سنة وانت طيبة. نهى سعد الجميلة. أميرة سيد مكاوي. رشا عايد. ناس كتير قوي برج. وسارة مخرجتنا الأول. وسارة سليت كل سنة وانت حد طيبة أهم يا من يا سارة. وحد من أهم 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 الشخصيات في حياتنا أمي. كل سنه والله كل سنة امك طول. طيبه يا امي، كل سنه وحضرتك هي طيبه. 12 5 فعلا شافت اللي انا بقوله مفيده. امي صحيا مش كويسه بالرغم للاسف انه شهر الشديد، ميلادها، الا ان بين شهر عطارد عامل ميلادها عمايله طيب. بس برضه نقول لها واول يوم في العيد. كل سنه وانت بس طيبه بقول لها وان يا شاء الله وزه، تبقي كويسه وزي بقول الفل. لها يا وزه امي وكده وربنا يديك الصحه. يا رب كل سنه وانت طيبه.